طيب تعالوا ان شاء الله نكمل النهارده. لو حد فيكم فاكر امبارح كنا بدأنا موضوع البروس مانجمنت، اتكلمنا امبارح على شويه يوتيليتيز كده بسيطه جدا عندنا. وقبل ما نتكلم على اليوتيليتيز كنت كلمتك وقلت لك ان وانت بتتعامل مع بروسيس كسيستم ادمن هيكون وظيفتك ان انت تهندل البروسيس دي. يعني ايه تهندل البروسيس دي؟ يعني تتحكم فيها بكل بساطه، امتى تشغلها، امتى توقفها، تديها بريوريتي اعلى، وده اللي هنتكلم عليه كمان النهارده ان شاء الله، تديها بريوريتي اقل، ايه كمان، ان لو البروسيس دي واقفه او مهنجه او فيها مشكله ازاي توقفها. وكلمتك امبارح عن طريقتين توقف فيهم اي بروسيس، خلاص. ايه كمان، ازاي وانت بتشغل بروسيس تشغلها في الفور جراوند او تشغلها في الباك جراوند، ازاي تسويتش البروسيس ما بين الفور جراوند والباك جراوند، ازاي تبوز البروسيس، وازاي ترجع تعمل لها ريسيو مره تانيه. ها فاكر؟ حد فاكر؟ تمام كده؟ طيب كلام جميل. وكنا خدنا امبارح كفايرفوكس كده كاكزامبل سريع لل ها للي احنا كنا بنتكلم عليه. كلمتك كمان على شويه كمان زي بي اس، لو انت فاكر امبارح بي اس، لو انتوا فاكرين وقلت لك بي اس ممكن تقول له من كل التيرمينالز، ممكن تقول له بي اس اي واكس عشان يجيب لك بقى اللي في التيرمينالز واللي موجود في الفور جراوند واللي في الباك جراوند كل حاجه، خلاص. وكنت ممكن اقول لك ممكن تستخدم كده كمان مع لس عشان يعرض لك بشكل منظم شويه لو حبيت تتنقل ما بين البروسس اللي موجوده عندك، ماشي كده. وقلت لك كمان في بي اس داش اي اف، ودي بتطلع الاوتبوت او بتطلع لك الناتج شبيه بالاوتبوت بتاع البي اس دي، خلاص. الناس بتوع البي اس دي بيحبوا الاوتبوت ده جدا يعني، ماشي. طيب كلام جميل. قلت لك ان كل بروسيس ليها اتنين اتريبيوتس مهمين جدا، الاتنين اللي هما مين، اللي هما البي اي دي والبي بي اي دي، خلاص. وكنت قلت لك لو البي مع البي بي اي دي، لو البروسيس نفسها مهنجه فانت ممكن تترمينيت ها البيرنت بتاعها، ماشي. يعني لو التشايلد واقف ممكن تترمينيت البيرنت نفسه، فاوتوماتيك هيترمينيت التشايلد. تعالى كده اديك مثال بسيط جدا عليها. انا هنا يا سيدي فين، تعالى كده اروح للجي او اي هنا. لو بصيت كده انا فاتح دلوقتي ها فاتح فايرفوكس، لو جيت اقول له هنا كده جوبس، فايرفوكس مفتوحه منين؟ فايرفوكس شغاله في الباك جراوند اهي، وكانت مفتوحه من التيرمينال، كلام جميل. بص لو جيت اقول له هنا كده مثلا بي اس 3، تعالى كده ندور على حاجة اسمها فايرفوكس. أهو شايف؟ جنوم تيرمينال فتح لي الباش، والباش فتح لي فايرفوكس. طيب كلام جميل. طب بي اس اي يو اكس أو بي اس داش اي اف كده، وحط لي الكلام ده كله كده على لس. تعالى كده ندور على فايرفوكس. بص لي كده البروسيس اي دي بتاع فايرفوكس كام؟ 8497. طب بص البي بي اي دي كام؟ 7967. شايف؟ طيب ايه رايك لو انا افترض فرضا ان التشايلد نفسه اللي هو الفايرفوكس ده مهنج، طب انا ممكن اروح للبيرنت واعمل له ترمينيت. تعالى كده ترمينيت البيرنت نفسه واشوف هل التشايلد ايه، وكمان ايه اللي هيحصل له، هيقف ولا لا. كل داش 9 كده للبيرنت. بص ايه اللي حصل. هتقول لي يا عم هو لسه شغال اهو، اقول لك بس استنى بس استنى بس. تعالى كده ارجع لي بي اس داش اي اف تاني او بي اس 3 تاني. طيب تعالى كده راحت فين فايرفوكس كده، اند فايرفوكس. اهو 9436، هتفتح ايه ثواني. كلام جميل جدا. تعالى كده ممكن اروح لاي موقع،
PS3 او PS-EF كده 9436 اهي، فايرفوكس عندي وده البيرنت بتاعها 9330. هقول له كده كيل داش 9 للبيرنت، قال له ده عمل ترمينيت دلوقتي للبيرنت، اسف عمل ترمينيت للبيرنت بس التشايلد موجود زي ما هو. ايه ده؟ حد فيكم واخد باله ايه اللي حصل؟ طب ارجع تاني كده بي اس داش اي اف تاني 9436، بص البيرنت بتاعه ايه اللي حصل؟ انت واخد بالك ايه اللي حصل؟ ها واخد بالك ايه اللي حصل دلوقتي؟ اتغير لواحد. لا 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 اتغير لواحد ليه يا عم؟ استنى بس استنى بس، قبل ما اجاوبك على السؤال ده هوريك حاجه، هثبت لك اللي انا كنت بقوله صح ولا لا الاول عشان اخليك مقتنع. وتعالى ايه، تعالى هنا كده مثلا نانو الملف اللي اسمه اي اس اللي كنت عامله امبارح، انا كنت عامل ملفات امبارح صح؟ اي اس موجود اهو. تعالى كده اقول له نانو الملف اللي اسمه اي اس ده، نانو شغال اهو تيستينج وعمال اكتب والدنيا تمام. تعالى كده بي اس داش اي اف، تعالى كده ادور على نانو هنا، بص لي نانو مين البيرنت بتاعه؟ ها 9544 اهو ده البيرنت. طب كلام جميل، كيل داش 9 للبيرنت. ها ايه اللي حصل لنانو؟ ترمينيتد مع، يبقى كده يبقى انا كده اثبتت لك ان البيرنت ها لما اتعمل له ترمينيت عمل ترمينيت للتشايلد كمان. طيب السؤال بقى، ليه لما كانت فايرفوكس شغاله في الباك جراوند لما عملت ترمينيت للبيرنت اوتوماتيك بعت الكنترول وبقى البيرنت هي سيستم دي نفسها؟ قبل ما اجاوبك على السؤال ده بص لي كده كويس هنا بي اس داش اي اف، بص لي كده يا سيدي، بص كده كل الكيرنل ديمونز دي، انا قلت لك ان اول بروسيس بتقوم هي مين؟ ها سيستم دي صح، ومين البيرنت بروس اي دي بتاعها؟ الكيرنل نفسه. في كمان سيرفيس تانية اسمها الكيرنل ثريدنج ديمون، ودي اللي بيبداها كمان ها الكيرنل برضه صح. طب بص لي كده على بقيه الحاجات دي، شايف بقيه البروسيس دي مين البيرنت بتاع كل البروسيس دي؟ برضه الكيرنل ثريدنج ديمون. طب السيرفيسز بقى فين يا سيدي؟ السيرفيس اللي موجودة عندك اهي، السيرفيسز بقى مش بكلمك على الكيرنل بروسيس، بكلمك على السيرفيسز اللي انت بتستخدمها كيوزر او بتخدمك انت كيوزر. بص لي مثلا عندك سيرفيس زي الباج ريبورتنج تول، ها الابلكيشن باج ريبورتنج تول اهي، بص لي كده مين البيرنت بتاعها؟ سيستم دي صح. طب معلش هو السؤال بقى، السؤال هو انت بتشوف مثلا الاوديت سيرفيس الاوديت ديمون سيرفيس اهي مين البيرنت بتاعها؟ سيستم دي. طب معلش ده برضه هيفرق معايا في ايه؟ هيفرق بس عشان تفهم اللي حصل، بكل بساطه الابلكيشنز اللي شغاله عندك في منها نوعين خلاص، او اي بروست شغاله يا اما حاجه من اتنين، يا اما شغاله في الفور جراوند فانت شايفها وهي شغاله وبتتعامل معاها، يا اما شغاله في الباك جراوند وفي الحاله دي بيكون اسمها ديمون خلاص. يبقى البروسيس لو شغاله في الفور جراوند خلاص هي بروسيس عاديه، انما لما تكون شغاله في الباك جراوند بقى فبيكون اسمها ديمون. عارف ديمون اصلا يعني ايه في اللغه اساسا؟ ديمون اصلا يعني عفريت شيطان. عمر حد فيكم شاف عفريت؟ ها عمر بيتهيألي ما حدش فيكم شاف عفريت صح؟ لكن اللي بيحصل ايه؟ ان تاثيره بيبان عليك، بيجي يوسوس لك انزل يا عم اقعد على القهوه صيع، ولا انزل اشرب حشيش مع زمايلك، ولا اعمل كذا، بيقعد يوسوس لك في ودانك صح؟ هي نفس الحكايه بالظبط بالظبط، هما بيطلقوا على البروسيس اللي شغاله في الباك جراوند اللي انت ما بتشوفهاش دي اسم ديمون خلاص. في ويندوز بيسموها برضه او ليها اسم تاني بيسموها سيرفيس، فبغض النظر انت سميتها ديمون ولا سيرفيس ها، بغض النظر انت سميتها ديمون ولا سيرفيس ها مش فارق معايا في اي حاجه، بس اللي عايزك توصل له
ان طالما البروسيس اشتغلت في الباك في الباك جراوند ها، فهتلاقي دايما دايما البيرنت بتاعها هتلاقي مين البيرنت بتاعها، لا مش واحد، هتلاقي البيرنت بتاعها المكان اللي هي اشتغلت منه. يعني لو كنت شغلتها من الجرافيكال انترفيس هيبقى البيرنت بتاعها الجرافيكال انترفيس اللي هو جرون ديسبلاي مانجر، لو كنت شغلتها من من التيرمينال والجهاز بيبوت هتلاقي البير، لا او بكل بساطه لو سيستم دي هي اللي ندهت لها والجهاز بيبوت هيبقى البيرنت بتاعها سيستم دي. طب لو البيرنت بتاعها ها هي شغاله دلوقتي كديمون شغاله في الباك جراوند ماشي، والبيرنت بتاعها اتعمل له تيرمينيت، اوتوماتيك هيبقى البيرنت بتاعها مين؟ هيتنقل لسيستم دي. وصلت؟ وصلت الحكايه دي؟ تاني يبقى لو عندك بروسيس انت شغلتها من التيرمينال وشغلتها في الباك جراوند او شغلتها كديمون هيبقى البيرنت بتاعها التيرمينال ده. طب حلو، لو التيرمينال اتقفل هل هتقفل؟ يعني مثلا انا جيت للتيرمينال هنا كده اهو وقلت له السيو عندي مثلا، وجيت اقول له سيرفيس اس اس اتش دي سيرفيس الاس اس اتش ريستارت شغال لي يا عم الاس اس اتش، تفتكر لو انا قفلت التيرمينال ده الاس اس اتش سيرفيس هتقف؟ بعقلك كده تفتكر ان هي هتقف في الحاله دي؟ لا مش هتقف خلاص، لان بمجرد ما هتقفل التيرمينال البروسيس كنترول هيروح لمين او هتباص الكنترول بتاع السيرفيس دي لمين؟ لسيستم دي. وصلت؟ يبقى دلوقتي عايزك تفرق بين الفور جراوند بروسيس وبين الباك جراوند بروسيس او الديمونز خلاص. وصلت؟ طيب الاسم الشائع اللي بيطلق على ديمونز بيتقال على السيرفيسز ديمونز. عارف كلمه ديمون يعني ايه بكل بساطه؟ او غالبا كلمه سيرفيس يعني ايه؟ كلمه سيرفيس اصلا جايه من كلمه او جايه من مصطلح سيرف او من سيرفر. ها كلمه سيرفر يعني ايه؟ يعني خادم. طب سيرفيس هي البروسيس اللي بتستنى الريكوست من اليوزر عشان تدي له حاجه معينه. عاده السيرفيسز دي بتلسن على بورت عادة. طيب هل ينفع ان انا رن اي او انا اكتب ابلكيشن بتاعي اسميه مصطفى ابلكيشن واشغله كسيرفيس؟ ايوه يا عم، ايه المشكله يعني؟ حد يقدر يمنعك؟ خلاص، فعايزك بس تتاكد ان مش شرط عشان اقول على حاجه ان هي سيرفيس، مش شرط ان انا اقول على حاجه ان هي سيرفيس معناها ان هي بتستقبل كونكشن من بره الماشين، مش شرط، ممكن تكون شغاله لوكالي بس العرف او المصطلح لما تقول على حاجه ان هي سيرفيس او الشائع ان هي بتكون عاده بتستنى كونكشن من يوزر جاي من بره عشان تسيرف حاجه معينه له، زي مثلا الاس اس اتش بتستنى الكونكشن يجي من اليوزر عشان ياخد ريموت اكسس، الاباتشي ويب سيرفر بيستنى الكونكشن يجي من اليوزر عشان يعرض له ويب بيج، الاف تي بي سيرفر بيستنى الكونكشن من يوزر عشان يعمل له ايه؟ ها عشان يديله ملفات. خلاص وصلت؟ وضحت؟ طيب هل ده يقدر يمنعك ان انت كيوزر عادي تعمل ابلكيشن تسميه زعبولة ابلكيشن بتاعك دون وتشغله كسيرفيس من غير ما يستنى كونكشن من اليوزر؟ اه يا عم، ايه المشكلة يعني؟ محدش يقدر يمنعك والله. خلاص، معنى كده ان انت اي ابلكيشن ايا كان ممكن تشغله في الفور جراوند او ممكن تشغله كديمون برضو او تشغله في الباك جراوند بمعنى ادق. وصلت؟ ها واضح لك الفرق بين الفور جراوند والباك جراوند بروسيس؟ ها يبقى الباك جراوند بروسيس اوتوماتيك، ها الرولز بتاعتها ما عادتش بتخضع للرولز العاديه، لان لو قفلت البيرنت بتاعها اوتوماتيك الكنترول بتاعها هيروح لمين يا معلم؟ لسيستم دي او هيروح لانت، على حسب بقى انت شغال بايه. هل انت شغال ريل 6 ولا شغال ريل 7؟ ماشي كده؟ ها حد عنده اي مشكله؟ ها ممتاز جدا ممتاز. طيب
تعالى كده اكلمك على بقيه الاوامر، او بسرعه كده عدي على الاوامر اللي خدناها امبارح. قلت لك ان في عندك امر اسمه بي جريب، وتقول له اسم البروسيس، كنت تقول له كده بي جريب فايرفوكس. هل انا عندي فايرفوكس شغاله؟ لا انا مش عندي فايرفوكس، وعنده حق، انا فعلا ما فيش عندي اي فايرفوكس موجود هنا اهو. لو جيت فتحته المره دي وجيت شغلته وجيت تقول له يا عم ها ايه البروسيس بتاعه فايرفوكس، ثواني بس ما يفتح، هيقول لك الفايرفوكس عندك شغاله والبروس اي دي بتاعها كذا. تمام كده اهو، كنت تقول له كده بي جريب كده فايرفوكس اهو، جابها لك اهي. طب لو عايز توقف فايرفوكس بي كيل فايرفوكس، ايه اللي حصل لفايرفوكس؟ اوتوماتيك حصل لها كيل هنا اهو، ماشي. اعتقد دي الاوامر اللي كنا خدناها امبارح. طبعا مع كيل وكيل داش 9، بس كيل وكيل داش 9 كنت بتدي له مين؟ ها البروسيس اي دي. انما بي كيل كنت بتدي له مين يا عم؟ ها البروسيس نيم. خليك فاكر الحكايه دي، ماشي. وقلت لك ان بي كيل ده خطر جدا، لسبب ان لو عندك اكتر من انستانس، ها لو عندك اكتر من انستانس هيترمينيت الانستانس كلها مع بعض. يعني لو عندك اكتر من فايرفوكس موجود، اكتر من ويندو، ها هيقفل انهي واحده فيهم؟ هيقفلهم كلهم، خلاص كده. طيب زي ما الراجل ده بيقول، في عندك امر كده اسمه كيل اول اهو، وكيل اول ده ممكن تبصيله مين يا عم؟ فين ممكن تبصيله مين؟ النيم بتاع البروسيس برضو، خلاص اهو. تعالى هنا كده ابلكيشنز، افتح له فايرفوكس، يلا يا وحش اهو فتح اهو. كل اول فايرفوكس، ارجع مره ثانيه، ها اتعمل لها ترمينيت برضو، ها وضحت. يبقى كده في عندك اكتر من طريقه، ها في اكتر من طريقه، ها تترمينيت البروسيس بيها. عندك كل العاديه، وعندك بي كل، وعندك كل اول، خلاص. بس من اسمها كل اول دي هتقتل كل البروسيس اللي بالاسم اللي انت هتديهوله دول، وصلت؟ ماشي. طيب كلام جميل. الحاجة الأخيرة بقى، إزاي أنا كنترول البروسيس نفسها بإن أنا أديها بريوريتي أقل أو بريوريتي أعلى؟ ازاي ان انا اكنترول البروسيس بان انا اديها بريوريتي اقل او بريوريتي اعلى؟ والله الموضوع بسيط جدا. ازاي يا عم؟ بص لي كده. اول حاجه عندك لازم تعرف ان اللي بيتحكم في البريوريتي عندنا هي فاليو حاجه اسمها ها النايس فاليو. اللي بيتحكم في البريوريتي بتاع البروسيس عندنا حاجه اسمها النايس فاليو، خلاص. ايه النايس فاليو دي؟ النايس فاليو هي عباره عن قيمه بتحكم في البريوريتي بتاع البروسيس وهي شغاله، خلاص. بكل بساطه، ها انا عايز ادي اولويه قد ايه للبروسيس دي وهي شغاله. بالمناسبه القيم بتاعتها بتتراوح من ماينس 20 لحد 19، خلاص كده. الديفولت فاليو بتاعتك هي كام يا عم؟ هي صفر. الديفولت فاليو بتاعتك هي صفر، ومعناها ان هو نورمال بريوريتي. دي البريوريتي العادية خالص، زيها زي اي بروسيس. يبقى اي بروسيس لما تشغلها في الدنيا بتاخد نايس فاليو كام؟ ها اي بروسيس ايا كانت بتاخد نايس فاليو صفر، معناها شغاله كنورمال بريوريتي. طيب ايه اعلى بريوريتي موجوده؟ ماينس 20 دي الهايست بريوريتي. طيب 19 دي اللوست بريوريتي. خلاص كده ماشي. طيب كلام جميل. طب هتقول لي ايه بقى، ايه ليه ماينس 20 دي هي اعلى حاجه؟
و19 دي اقل حاجه. بص عارف ماينس 20 ده عارف بالظبط عامل زي مثال ايه، زي واحد عليه فلوس. ايه الاحسن لك، ان انت يكون معاك فلوس ولا يكون عليك فلوس؟ لو عليك فلوس دي بتلاقيك بتجري وتتنطط عشان تسد الدنيا اللي عليك، صح؟ بتتنطط عشان تدفع الفلوس اللي عليك دي. اهي نفس المثال ده، اعتبر ان البروسيس دي كأن واحد عليه فلوس بالظبط. لما تقول له انت عليك فلوس معناها ايه؟ اجري بسرعة تنفذ عشان تلحق تخلص شغلك، مش كده؟ انما لما تقول له يا عم ده انت معاك فلوس والاشياء معاك معدن والدنيا تمام، عندهم فلوس زي الرز، معناها ايه؟ والله امشي براحتك خالص والدنيا تمام زي الفل. وصلت؟ نفس المثال بالظبط. طيب السؤال بقى، هل ممكن اي يوزر كده يتهبل في دماغه ويقعد بقى يدي للبروسيس بتاعته بريوريتي اعلى ويرجع يديها بريوريتي اقل؟ هقول لك لا، الكلام ده مش مظبوط. اللي هيحصل كالاتي، اي يوزر عندك من حقه، اليوزر العادي طبعا، انا بكلمك في اليوزر العادي وليس الروت، خلاص؟ اليوزر العادي من حقه يدي البروسيس بتاعته بريوريتي اقل، لكن ما يقدرش يديها بريوريتي اعلى. وضحت؟ يبقى اليوزر العادي مش من حقه يدي للبروسيس بتاعته بريوريتي اقل، لكن من حق، اسف، يديها بريوريتي اعلى، لكن من حقه يديها ها بريوريتي اقل. وصلت؟ طب بالنسبه للروت، ينفع ترجعها عاليه زي ما كانت؟ ترجعها صفر تاني بعد ما خليتها لوست؟ لا، مع السلامه، ما ينفعش خلاص. طيب الروت بقى، قلت لك زي ما قلت لك قبل كده، الروت من حقه يتنطط، اعمل اللي انت عايزه كروت، محدش يقدر يقول لك انت بتعمل ايه. والله تديها بريوريتي اعلى، تديها بريوريتي اقل، اعمل اللي يعجبك اساسا، محدش هيقول لك انت بتعمل ايه. خلاص كده؟ ماشي. طيب كلام جميل. قبل ما هديك برضو الحكايه دي، في امر نسيت اقول لك عليه، الامر ده ممتاز جدا هيساعدك وانت شغال. خلاص، قبل ما اطبق موضوع النايس فاليو دي، في عندك امر واحد بس كده حلو قوي كان اسمه توب. توب ده توب ده بالمناسبه له عيله كامله كده، في منها اتش توب كمان، هوريك انا توب دلوقتي وهوريك ايه الفرق بينهم. بص لي كده، توب ده هيوريك كده اللود اللي موجود على المكنه بتاعتك، المكنه دي بقى لها قد ايه اب. خلاص، كام يوزر عامل لوجن، او في كام لوجن مفتوحه، كام سيشن مفتوحه اهو. طب اللود افريج على المكنه في اخر دقيقه واخر 5 دقائق واخر 15 دقيقه، عندك كام تاسك شغاله، كام بروسيس شغاله، كام واحده راننج وكام واحده سليبنج، كام واحده ستوبد، كام واحده زومبي. ايه الزومبي دي؟ عارف لو عندك بروسيس زومبي معناها ان في مشكله. عارف الزومبي اصلا؟ عارف فيديو، عارف الافلام الاجنبيه اللي هم اللي انت بتشوفهم كده هاف ديد، اللي هو الناس اللي هم نص ميتين دول اللي ماشيين كده مش شايفين قدامهم؟ ايوه، الميت الحي زي ما الراجل ده بيقول. عارف لو عندك بروسيس زومبي معناها ايه؟ ها، البروسيس دي سيستم الكيرنل مش عارف يعرف او مش قادر يعرف، ها، هل هي شغاله ولا مش شغاله ولا ايه بالظبط. عارف ده معناه ايه؟ ان البروسيس دي بتستهلك ريسورسز بس هي مش شغاله اصلا. يعني الزومبي ده هل هو انسان طبيعي؟ لا. طب هل هو انسان ميت؟ لا، ده هو هافدد. هي نفس النظريه بالظبط، معنى ان انت عندك زومبي بروسيس معناها ان في عندك مشكله موجوده. لما يكون في عندك زومبي بروسيس معناها ان في عندك مشكله موجوده. طيب السي بي يو اهو، الاستهلاك بتاعك بالنسبه اليوزر مستهلك قد ايه، والسيستم مستهلك قد ايه، والنايس فاليو قد ايه، شويه بعد حاجات كده ما يهمكش من دول كلهم الا الاثنين دول في الاول. خلينا في التراك ده كده، الاثنين دول اللي يهموك. طيب بالنسبه للميموري، انت عندك فيزيكال ميموري حوالي 2 جيجا، دول الفري منها حوالي 400 ميجا فري تقريبا. خلاص، الباقيين دول يوزد اهون، 733 ميجا يوزد، والباقي يا سيدي ده كاشد، ده الكاش بتاعك حوالي 850 ميجا كاش. طيب السواب اللي هي الفيرشوال ميموري، وهنيجي نتكلم على درس السواب ان شاء الله بعد يومين ثلاثه، اهو انا عندي 2 جيجا سواب كلهم فري، معنى كده انا السيستم بتاعي بيستهلك كل حاجه من الرام على طول، وده شيء ممتاز جدا. خلاص،
طيب وبعد كده ايه البروسيس كل موجوده هيعرض لك كده باي ديفولت التوب راننج بروسيس، يعني توب كده توب لوحده هيعرض لك التوب راننج بروسيس عندك اهو. بالمناسبه انا بتنقل دلوقتي بطلع فوق وبنزل تحت، حد فيك واخد باله؟ انا بطلع فوق وبنزل تحت دلوقتي. اه شايف؟ اهو انا بتنقل ما بينهم اهو، بس اضغط اطلع فوق وانزل تحت بس كده. طيب كلام جميل جدا. بالمناسبه انت ممكن تستخدم توب عشان تكل اي بروسيس راننج، يعني تعالى هنا كده انا هفتح فايرفوكس مثلا وعايز اعمل لها كل من هنا. تعالى يا عم كده، تعالى كده افتح فايرفوكس. يلا وحش. لو جيت هنا بص فايرفوكس ايه اللي حصل لها؟ البي اي دي 10388. ممكن اقول له كده كي، كي هيقول لي انت عايز تكل انهي واحده؟ اوتوماتيك هيحاول يكل البروسيس اللي انت واقف عليها. بص لي كده باي ديفولت النايس فاليو بتاع البروسيس كام؟ ان اي اهي شايفها؟ النايس فاليو، شايف النايس فاليو؟ ها صفر اهي، خلاص معناها ان هي ها شغاله بالنورمال بريوريتي. طيب كلام جميل، خلي بالك ما تتلخبطش، في فرق بين البي ار فاليو وفي فرق بين النايس فاليو. اللي بيتحكم عندنا في البريوريتي هو مين؟ النايس فاليو. خلاص خليك فاكر، انا باكد اهوت. طيب ها عايز تكل انهي بروسيس؟ هو اوتوماتيك عمل سيلكت لمين؟ للبروسيس اللي انا كنت واقف عليها اللي هي مين يا عم عندي؟ اللي هي فايرفوكس ديت، واوتوماتيك اداك الرقم بتاعها 10388 اهو. ممكن اقول له كده 10388 اهو، بيقول لي عايز تبعت لها سيجنال كام؟ هو باي ديفولت برضه بيسلكت سيجنال رقم كام؟ 15. ممكن اقول له كده ابعت لها سيجنال 9 يا عم. بص ايه اللي حصل لفايرفوكس؟ قال لي ايه؟ ها فاكر سيجنال كيل؟ قال لي كيلد خلاص. طيب تعال افتحها تاني كده اهو فايرفوكس اهي، تعال هنا كده فين يا عم فايرفوكس انت؟ اهي امسك عندك فايرفوكس اهي. اهي ممكن اقول له كده كي كل انهي بروسيس؟ اهي 10500. المرة دي هبعت له سيجنال ترمينيت اهو. بص ايه اللي حصل المرة دي؟ قال لي ها ترمينيتد كده، كأنك قلت له كيل داش 15 على طول. معنى كده ان انت ممكن تستخدم توب عشان يعرض لك الريال تايم، ها شارد لك ايه الريال تايم بروسيس. خليك فاكر الحكاية دي، خليك فاكر الحكاية دي. يبقى انت ممكن تستخدم توب كده عشان يعرض لك حاجات في الريال تايم. التوب هتلاقي الاوتبوت بتاعه شبيه قوي بالتاسك مانجر بتاع ويندوز، بيعرض لك ايه اللي بيحصل عندك وانت شغال، شايف؟ كله في الريال تايم، بيديك ابديتد فاليوز وانت شغال، شايف؟ القيم بتتغير اهي. وضحت؟ ها، حد عنده أي مشكلة؟ ها، حد عنده أي مشكلة؟ طيب، لو عايز تخرج من توب، اضغط كيو، كيو عشان تعمل كويت. كيو عشان تعمل كويت، ماشي كده؟ بالمناسبة في كمية اوبشنز بقى. ممكن تظهر على شكل رسم بياني. خلاص؟ بس هتضطر تعمل لها جرافنج، ممكن تستخدم تول زي حاجة اسمها الـ RRD تول. خلاص؟
بالمناسبة السيستم بتاعك طول ما انت شغال كده، اي حاجة بتحصل على السيستم بتتخزن كده، هتلاقي في عندك حاجة اسمها سار. سار دي بتخزن كل حاجة بتحصل على السيستم. لو حد فيكم ربنا كرمه بقى في تراك البرفورمانس تيونينج، هتبقى دي التول الرئيسية بتاعتك وانت شغال. ده مش كده وبس، ده انا ممكن اجيب لك اللود اللي كان بيحصل على الديسك، ممكن اجيب لك اللود اللي كان مش مجرد اللود بس كده، لا، الريد اللي بيحصل كام في الثانية وكام في الدقيقة وكام في الساعة، لمدة اخر يوم، لمدة 10 ايام، لمدة 30 يوم، على حسب انت عامل سيف للريبورت بتاعت سار دي. البرفورمانس بكل بساطة قوس تحسين الاداء، ها لو ترجمته عربي. البرفورمانس تيونينج ده السيستم بتاعك شغال زي الفل، بس انت عايز تحسن الاداء بتاعه. عشان تحسن اداء اي سيستم موجود في الدنيا، عندك طريقة من اتنين، مفيش ليهم تالت. الطريقة الاولانية، يا اما تغير الهاردوير بتاعك بان انت تجيب هاردوير اعلى. الطريقة التانية ان انت تتيون السيستم عشان يديك اداء اعلى بالنسبة لحاجة معينة. يعني انت عندك داتا بيس سيرفر، فانت عايز تيون الاداء بتاع الديسك. انت عندك مثلا ويب سيرفر، فانت عايز تتيون الاداء بتاع كارت الشبكة. خلاص، بكل بساطة كده اعتبر التيونينج ده عامل زي الراديو. عارف كده ايام زمان لما كنت بتشغل الراديو تلاقي فيه وش بسيط، فيقول لك يا عم غير المؤشر بتاع الراديو ده حتة صغيرة كده، بحيث ان هو ايه يظبط لك تسمع ايه، تسمع الصوت نقي من غير وش. اهو بالظبط التيونينج عامل زي المؤشر بتاع الراديو بتاع ايام زمان. خلاص، كنت بتعمل ايه مع الراديو ده؟ ها، تقعد تحرك المؤشر كده. لو عايز اجيب الديسكتوب او ده منفصل عن السكيورتي تماما، ده ملوش دعوه خالص بالسكيورتي. مهاب، مش فاهم السؤال بتاعك، وضح اكتر لو سمحت. ايوه، لو عايز تعمل ايه بقى؟ لو عايز تجيب من الجي يو اي، ماشي، انت ماشي خلاص. لما اخلص بس الموضوع بتاع دلوقتي حالا من الكوماند لاين، هوريك على الجي يو اي ان في تول كده، في تول كده بسيطة عندك هنا اهي، هتلاقي في عندك سيستم مونيتور، اهون هتلاقي فيه كده حاجة شبه مين؟ حد فيكم واخد باله؟ عارف ده ايه اساسا؟ ها؟ حد واخد باله ده ايه؟ بص كويس كده، مين ده؟ ده بتاع ويندوز، ده بتاع لينكس. امال ايه؟ ايه السؤال؟ يعني ايه اشيل كل حاجة؟ مش فاهم الحكاية دي، مش فاهم والله. ديسكتوب من غير كوماند لاين ده تقصده يعني ولا ايه؟ هو انا صوتي واضح كده عندك؟ صوتك واضح تمام. لو عاوز تجيب يعني تجيب زي ما انت في الويندوز بتروح دايس تحت كده، بتروح جايب الديسكتوب بس، يعني اشيل كل الشاشات دي والاقي الديسكتوب، يعني مثلا فاتح فايرفوكس كذا صفحة، فاتح كذا ابلكيشن وعاوز ترجع للديسكتوب عشان تفتح هوم مثلا، في طريقة هو اصلا الديفولت لو انت عامل انستول للديسكتوب عندك، اول ما تفتح المكنه مش هتشوف اي تيرمينال اصلا خالص. صحيح، بس انت مثلا فاتح دلوقتي، افترض انا مثلا ودول مدين الشاشه، مدين الشاشه وانا عاوز ارجع لهوم، ادوس على هوم دي زي مثلا انت في ويندوز تكون فاتح مثلا الكروم وفاتح كذا ابلكيشن وتروح جاي دايس على حته كده، تروح جايب لك الديسكتوب بس وانت منه بتفتح. عايز كده إيه؟ انت قصدك تعمل ايه؟
هتعمل كده صح؟ كده يعني زي كده، بس اللي هو عاوز انزلهم كلهم مره واحده بضغطه على حاجه زي الويندوز، عارف بتضغط في الويندوز بتجيب الديسكتوب بس. حاضر، انا قلت لك والله في سيشن جايبها بس كده، او نص سيشن كامله في اخر تراك التاني تحديدا، هلعب معاك مع الجي واي واوريك التولز اللي موجوده فيها وكل الكلام ده. فبس استنى كام يوم وهدلعك في الجي واي ده لحد اخر يوم في التراك التاني، هوريك كل التولز بتاعت الجي واي دي. انا مش عايزك تشغل نفسك بالجي واي، انا لو حتى لو بستخدم الجي واي دلوقتي فانا بوريك بس كبروسيس شغاله ازاي، مش كبروسيس شغاله ازاي، بوريك ابلكيشن عشان تشوفه بعينك وانا بعمل له ترمينيت. انا عايزك تتخيل بس الوضع، بس انا مش محتاجه خالص. انا كنت ممكن اشغلك مع نانو اساسا ماشي، واقعد اقول لك انا بعمل ترمينيت لنانو وبشغل نانو وبقفل نانو وخلاص الموضوع انتهى على كده، بس انا عايز اشوف بعينك وانت شغال بس، لا اكتر ولا اقل. تمام طيب، العفو يا ريس، مفيش حاجه والله، انا من ناحيه الجي او اي ما تقلقش. انا ليه ما بحبش ان انا اعلم، انتوا طالبين اصلا الكورس ده كورس ادمنستريشن مش باور يوزر، في فرق بين الاثنين. كورس ادمنستريشن يعني عايز اخليك اكتر وقت ممكن تتعامل مع الكوماند لاين انترفيس وليس مع الجرافيكال انترفيس ماشي. طيب ارجع تاني بقى لموضوعنا. طيب انا دلوقتي خلاص انسى موضوع صار ده، انسى موضوع صار ده بالمناسبه، مش عليك خالص دلوقتي، رغم ان صار دي حاجه قويه جدا جدا. يعني ممكن تقول له انا عايز البرفورمانس بتاع الديسك في اخر 10 ايام كان شكله عامل ازاي، او اخر 30 يوم، البرفورمانس بتاع النتورك، البرفورمانس بتاع الرام، البرفورمانس بتاع البروسيسور بس، وتبدا تاخد القيم دي. شايف القيم دي بيقول لك البرفورمانس الساعه 7:30 كان عامل كذا، والساعه 47 دقيقه كان عامل كذا، والساعه 57 دقيقه كان عامل كذا. تفتكر انك تقدر تعمل لي رسم بياني من القيم دي؟ لو قلت لك كده اهو، ده بالنسبه لليوزر في من 10 دقائق، من 20 دقيقه، من 30 دقيقه، ها تفتكر تقدر تعمل لي كده رسم بياني؟ ها تعرف لو عندك اي قيم موجوده بشكل حسابي والقيم دي على انترفلز، ممكن تعمل لي كده رسم بياني فيه التايم وفيه القيم بتاعتك وتشغلها؟ لو انت معاك اصلا قلم وورقه ممكن اخليك ترسمها دلوقتي. حلو، في عندنا تولز اصلا ممكن تعمل القيم دي كده في ملف تديها له، او تاخد القيم دي تحطها له في ملف ماشي، زي الار ار دي تول. حد سمع عن الار ار دي تول برضو؟ ها ما علينا، دي تول كده بتستخدمها عشان تبيلد جرافس حلو قوي كده، وفي الاخر تعرضها من الويب براوزر بتاعك وتبدا تشوف بقى حاجه كده. اهو هوريك الار ار دي تول الاوت بتاعها شكله عامل ازاي. تعالى هوريك شكل ار ار دي تول لما تحب تستخدمها يا سيدي. بص ده شكل ار ار دي تول، ده هيبقى الشكل النهائي بتاعها او حاجه شبه كده يا سيدي. لو اديتك اي قيم بص قيم حسابيه مع الوقت تعرف تعملها لي، بس انا بدل ما بتحسب بالايام احسبها بالدقائق. اهو ده الشكل بتاع الار ار دي خلاص، فالموضوع اسهل ما تتخيل. يعني بتلم الفاليوز دي تحطها في ملف وتقول الار ار دي، ار ار دي خد الفاليوز اللي هديها لك دي واعملي لي جراف بيها بس. في عندك تول كمان لو حبيت تستخدمها اسمها جنو بلوت. ها ولحسن حظك لو واحد فيكم اشتغل، او لو حد فيكم اتعلم او حب يتعلم موضوع البرفورمانس تيونينج، فالاثنين عندك في الكورس، الاثنين موجودين عندك خلاص. ما علينا، انسى بقى خالص، انسى، نرجع احنا لسه في الاساسيات اساسا، خلينا في التراك اللي احنا موجودين فيه واساسيات الاساسيات. يعني النايس فاليو، انا عايز لما احب ارن ابلكيشن ادي له بريوريتي معينه. ها ادي له نايس فاليو، ايوه انت لسه في كي جي 1 خلاص، فانا عايز ادي له بريوريتي اقل او بريوريتي اعلى. اعمل ايه؟ اقول له كده نايس داش وبعد كده ها، يا اما تقول له داش ان وبعد كده الفاليو، او داش الفاليو على طول خلاص. انا بفضل الشكل ده، داش ان 19 بتدي له نيوميريك فاليو، او داش ان 15 وتدي له اسم الامر اللي عايز تنفذه
وليكن فايرفوكس، تعالى كده افتحها هنا واوري لك من الكوماند لاين، وليكن هنا كده ممكن اقول له اكزيت يا سيدي هنا كده نايس داش ان 15 للامر اللي اسمه فايرفوكس. بالمناسبة انا اديته فاليو 15، هتحس ان هو دلوقتي ابطأ شوية الى حد ما، ابطأ يعني ها سنة، لان اديته ها نايس فاليو اقل، اديته بريوريتي اقل بكل بساطة. طب تعالى هنا كده لو جيت اقول له كده بي اس اي يو اكس، او حتى مش لازم ده انا ممكن استخدم توب كده تعالى كده انزل تحت خالص فين يا عم فايرفوكس اهيا بص لي كده دلوقتي للنايس فاليو بتاع فايرفوكس ها هتيكوا خد بالكم كانت كام اهيا امسك عندك بص النايس فاليو كام ها ايه رايك وصلت ها حد عنده اي مشكله طيب كلام جميل عايز ترمينيت فايرفوكس اهو كل كده يا عم لعشرة تسعة تسعة ستة برضو عملت لها كل طيب لو انا عايز اديها بريوريتي اعلى ممكن اقول له كده كل داش ان ماينس عشرين بص لي ايه اللي حصل لما حبيت كيوزر عادي بديله قيمه النايس فاليو برقم داش ان معناها نمبر بديله النمبر بتاع او القيمه بتاع البريوريتي او اسف القيمه بتاع النايس فاليو بمعنى ادق يعني بص لي كده لو انا يوزر عادي وحبيت استهبل واقول له انا هديك بريوريتي اقل مش ماينس 20 دي اقل بريوريتي ممكنه طيب لو جيت اقول له حتى ماينس 15 او ماينس 12 هل هيرضى لا برضه يبقى القيم اللي ما بين ها صفر وماينس 20 ما ينفعش يوزر عادي ها يعمل ايه يستخدمها اللي ممكن يدي بريوريتي اقل لاي بروسيس هو مين هو الروت ماشي كده طيب كلام جميل طيب تعالى لي هنا كده يا سيدي السيو هنا كده ولو جيت اقول له نايس داش ان ماينس 20 للبروسيس اللي اسمها فايرفوكس او اي حد معاه صلاحيه طبعا لو الروت مديك كيوزر انت صلاحيه ان انت تستخدم الامر اللي اسمه نايس باي بريوريتي خلاص براحتك لسه هنتكلم على موضوع الصلاحيات بص لي المره دي ها هل طلع اي مشكله وقال لي عندك مشكله هنا بالنسبه للبريوريتي لا طيب تعالى هنا كده لو جيت اقول له توب عندي فين يا سيدي فين 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 طيب تعالى كده بي اس داش اي اف او بي اس اي يو اكس طيب بي اس داش اي اف فين البريوريتي بتاعتها ده البي اي دي عندك سي بي يو الميموري مان بي اس كده
حلو. ال بلس تعالى بص لي كده، ممكن يقول لك انت ممكن تستخدم حاجة زي كده PS-EO ومعاها النايس فاليو كمان. حلو قوي، PS-EO ومعاها النايس فاليو. تعال نحط كمان شوية بارامترز معاها زي السي، السي بي يو والكوماند سي واي. حلو، الاي والسي والان والبي. السي والاي والان واي كمان والبي. سلام. او خليه الاول احط البي هنا، البروسس اي دي الاول. وبعد كده البروسس نيم. بص لي كده، انا فتحت فايرفوكس، ده البروسس اي دي بتاعتها اهو، كبرت الخط. فاكرين بي اس؟ ها بي اس استخدمت معاها اوبشن دلوقتي، وقلت له عايزك تعرض لي البروسيس اي دي وبعد كده البروسيس نيم، خلاص. وعايز كمان النايس فاليو تتعرض يا امر يا اللي اسمك بي اس، اعرض لي النايس فاليو، خلاص كده. وايه كمان؟ اهون ده الاسم المختصر بتاع الامر ده اهو 100% سي، وبعد كده النايس. ماشي، بص لي كده الفايرفوكس، البروسس اي دي ده الفول باث بتاع الباينري، ده الاسم الباينري او الاسم المختصر بتاعه. بعد كده بص لي انا حاطط لها دلوقتي نايس فاليو قد ايه. ها ايه رايك؟ ها تمام كده. كنت ممكن تجيب نفس الكلام ده لو استخدمت الامر اللي اسمه توب. ماشي، تعال نشغل كده فايرفوكس ونشوف ايه اللي هيحصل معاها. انا بما اني مش مشغل منها اي حاجه، مش بعمل بيها اي حاجه، فهتلاقيها فاضيه كده ما بتعملش اي حاجه عندك. تعالى كده اقول له ياهو، بص لي ايه اللي هيحصل للترمينال دلوقتي. بص كده فايرفوكس، بص النايس فاليو بتاع فايرفوكس كام. ها اهي، ايه رايك؟ وضحت الكي وركر ده كيرنل وركر، ده كيرنل ديمون يا ريس. دي اقول لك دي بروسيس، الكيرنل نفسه هو اللي محتاجها، مش انا اللي مديها له والله، انا اللي مشغلها، مش انا اللي عاملها. خلاص كده ماشي. باي ديفولت عندك الديفلوبرز بتوع السيستم مديين لبعض البروسيس اللي الكيرنل بيشغلها، مدين لها بريوريتي اقل او بريوريتي اعلى على حسب احتياج الكيرنل نفسه، مش انا اللي عاملها والله، الكيرنل ديفلوبرز نفسهم اللي عاملينها. تمام كده؟ طيب كلام جميل.
بص لي كده الفايرفوكس، ها بص النايس فاليو بتاعتها كام. طيب كلام جميل. اهو ممكن اقول له كده كيل للبروسيس، اهو هو اوتوماتيك عمل سيلكت البروسيس اللي واقف عليها اللي اسمها فايرفوكس. لو حبيت اعمل لها كيل هضغط انتر. تمام كده. طيب السؤال بقى المفروض يكون سؤالك ايه؟ هو انا كل ما احب اشغل بروسيس هديها نايس فاليو؟ هقول لك اه. طب سؤالك بقى المفروض يكون ايه؟ طب افرض انا عندي اصلا بروسيس شغاله، هل لازم اوقفها وارجع اشغلها مره تانية عشان اديها نايس فاليو اقل او اعلى او ازود لها او اقلل لها في البريوريتي؟ هل ينفع؟ هقول لك ثانيه واحده. ممكن اي بروسيس شغاله قبل كده تديها بريوريتي اقل او اعلى. ازاي يا عم؟ تعالى كده فايرفوكس كده، او قبل اي حاجه فايرفوكس كده وهشغل لك في الباك جراوند كمان. اهو فايرفوكس شغاله ماشي، او حتى مش لازم اساسا، ده انا ممكن طب اقفلها لك واشغلك حتى من الجي يو اي كمان اهي يعني. تعالى يا سيدي هشغل لك فايرفوكس اهو. فايرفوكس فتحت اهي، حلو. بروسيس او ابلكيشن خلاص تمام. ممكن اقول له هنا كده يا سيدي روح للموقع ده. روح هنا لياهو وروح لام اس ان. حلو جدا شغل اهو الدنيا تمام معاه وزي الفل. طيب لو جيت اقول له كده الامر اللي اسمه توب عندك، بص لي فايرفوكس واخد نايس فاليو كام؟ ها صفر. طب ينفع اديله نايس فاليو تانية غير اللي هو شغال بيه ده؟ بص لي كده البي اي دي بتاعته كام؟ 11852 صح؟ حلو قوي. ممكن اقول له كده بي اس اي يو اكس وهجيب فايرفوكس ده امسكه من قفاه. اهو شايف؟ حاجه اقول له ايه؟ ممكن اقول له كده ري نايس داش ان والفاليو اللي عايزها، وليكن انا هديله ماينس 15 دلوقتي للبروسيس اللي رقمها 11852. بص قال لك ايه؟ قال لك البروسيس اللي رقمها 11852 كانت البريوريتي القديمه بتاعتها صفر، دلوقتي بقت كام؟ ها؟ ماينس 15. طب تعالى هنا كده التوب، بص ايه اللي حصل للبريوريتي بتاعتك. ها شفت؟ ايه رأيك؟ ها يبقى لو عندك بروسيس اوريدي موجودة شغالة، هل لازم اوقفها وبعد كده اشغلها تاني عشان اغير النايس فاليو بتاعتها او ازود او اقلل بريوريتي؟ لا. ايوه بالظبط، معنى كده ان انا ممكن استفيد بيها في ان انا وانا برن سكريبت معينه مثلا او بشغل بروسيس معينه ان انا اديها بريوريتي اقل او اعلى. هديك مثال على كده، انت بتاخد باك اب لداتابيس سيرفر، المفروض بتاخد الباك اب ده فرضا الشركه بتاعتك بتقول لك خد باك اب كل يوم جمعه الساعه 6 الصبح اللي هو اقل وقت فيه ضغط على الموقع بتاعكم، الناس كلها نايمه، اللي كان بحشش ليلة الخميس بقى ومزاجه زي الفل، واللي كان سهران واللي عمال يتفرج على ماتش والدنيا تمام معاهم، فلما جم كده كده عملوا رسم بياني شافوا ان اقل وقت الناس بتخش على الموقع بتاعكم وليكن او الداتابيس بتاعتكم بتاع مؤسسة طبية يوم الجمعة الساعة 6 الصبح اقل وقت. طب الوقت ده المفروض ان تاخد باك اب فيه. طب تفتكر انت لما تحب تاخد باك اب عايز تطول قوي وانت بتاخد باك اب ولا عايز تخلص وتنجز نفسك؟ خلي بالك عادة لما تحب تاخد باك اب من اي داتابيز بتضطر توقفها مؤقتا لحد ما تاخد الباك اب بتاعك ده، خليك فاكر الحكاية دي. فتفتكر انت محتاج وقت اطول عشان توقف السيستم بتاعك ولا محتاج توقفه وتاخد باك اب وتشغله كله
من غير ما حد يحس كله على بعضه في خلال دقيقة ولا اتنين، بتبقى محتاج تخلص كل الكلام ده بسرعة، صح؟ معنى كده ان انت عايز تخلصه بسرعة يبقى تديله بريوريتي اعلى. من الاخر لما تديله بريوريتي اعلى، ها، هتخليه يقدر يستهلك ريسورسز من الجهاز زي ما هو عايز، ماشي كده؟ عشان ينجز اسرع. الله يفتح عليك، بالظبط كده، بالظبط، تمام. يبقى احيانا هتضطر ان انت تغير النايس فاليو، بس اللي هيتحكم في الحاجات دي ايه؟ والله على حسب احتياجك انت، انت اللي هتقرر، ماشي كده؟ وضحت؟ ها، حد عنده اي مشكلة؟ يبقى النايس او الرينايس كل الفرق بنستخدم نفس الامر بالظبط، بس هتحط قبله نايس او رينايس. نايس لو الامر لسه هتنفذه دلوقتي، انما رينايس لو الامر كان، ها، لو الامر كان شغال، تمام كده؟ وضحت؟ النايس بتستخدم معاها الامر نفسه بالامر كده باسمه، اسم الكوماند، انما الرينايس هتستخدم معاها ايه؟ لان الامر كان شغال قبل كده، فهتستخدم معاها البروسيس اي دي. ها، وضحت؟ كمقارنه سريعه بينهم، نايس لحاجه كانت شغاله، اسف، نايس لحاجه ما كانتش شغاله، حاجه لسه بتبدا دلوقتي، انما رينايس، ها، لحاجه كانت شغاله. النايس بتبعت لها اسم الامر، ان الرينايس بتبعت لها، ها، البروسيس اي دي بتاعته، الرقم بتاعه. وصلت؟ ها، حد عنده اي مشكله؟ يبقى دلوقتي لو قلت لك وقف لي بروسيس تقدر؟ ها، عرفت كنترول سي كانت بتعمل ايه؟ كنترول سي، حد فيكم فاكر كنترول سي؟ كانت بتعمل ترمينيت. كنترول سي كانك قلت له كل والايه والبي اي دي. كنترول سي كانت بتعمل ترمينيت، فكانت بتبعت سيجنال 15 للبروسيس، تمام، ماشي. طيب كنترول زد كانت بتعمل ايه؟ كنترول زد، ها، كانت بتعمل ايه؟ كانت بتعمل بوز، صح؟ طيب كانت بتعمل ايه هنا؟ سيجنال انتربت دي، كانت بتبعت سيجنال انتربت، خلاص؟ توقفه بشكل مؤقت. وصلت؟ تمام كده؟ طيب كلام جميل. اقول لك حاجه، لما كنت فاتح توب، لما كنت فاتح توب هنا، توب كده، وكنت بتحب تخرج منه، كنت بقول لك بتضغط ايه؟ بتضغط كيو، كيو عشان تعمل كويت. عارف كان بيعمل ايه كويت هنا؟ كان بيبعت سيجنال اسمها سيجنال كويت. شفت؟ شفت ايه اللي حصل؟ ها، شوفوا احنا شغالين كده، اتكلمنا على 3 4 سيجنالز اهوت، يلا بالصدفه كده احنا شغالين. ها، وصلت؟ طبعا مش لازم افكرك، مش محتاج تعرف كل الكلام ده، ماشي؟ اللي محتاج يعرف الكلام ده الديفلوبرز بس. طيب كلام جميل. ده كان البروسيس مانجمنت. حد عنده اي مشكله في الموضوع ده؟ ها، اللي عنده اي مشكله في الموضوع ده يقول لي اي سؤال الموضوع ده بس. وضحت؟ حلو جدا. طيب هناخد بريك 5 دقايق بالظبط، وبعد البريك ايه نكمل موضوع جديد بقى، نشفت على موضوع جديد، ماشي؟ طيب تمام جدا، تعال نوقف كده بقى.